بتعملوا حاجه في منتهى الانسانيه اللي في الدنيا، وزاويه جديده يعني جديده الى حد كبير في التعامل مع الايتام ودور رعايه الايتام. طبعا انت عارفه ان الرعايه الماديه والاجتماعيه الى اخره في كتير من المؤسسات بتبقى مهتمه بيها الحقيقه بدرجات اجاده متفاوته، ولكن فكره ان انتوا تبقوا زي الكشافين وتكتشفوا المواهب اللي ممكن تكون موجوده عند كتير من الاطفال الايتام وتتنمى هذه المواهب وهذه الملكات عشان الايتام دول في نهايه المطاف ممكن جدا يظهر لنا من خلالهم ابطال اولمبيين في السنين اللي جايه. فانتوا بتعملوا حاجه محترمه جدا، عايزين نعرف مبدئيا كده الفكره جت ازاي وايه سر التسميه، يعني سر تسميه المؤسسه. انا هقول لحضرتك حاجه، فضل. دايما كل واحد لما بيحب يشتغل حاجه بيشتغل اللي نفسه بتعمل له اكتر. فالحمد لله ربنا وفق الواحد بمجموعه هواها رياضه كلها. الايتام، مش الايتام وبس، عموما الايتام، اطفال الشوارع، الولاد اللي هي في الاول وفي الاخر ملهاش جاردين او ملهاش ولي امر، دي نقدر نقول ان هو امن قومي. لانه الولاد دول حتى اللي في دور الرعايه، وحتى لو كانت دور الرعايه على درجه عاليه جدا جدا من الكفاءه والواحد ما بيشككش فيها، لكن في الاخر دول قنبله موقوته. اول ما بيطلع في جزء منه بيتسرب من التعليم بشكل كبير قوي، وفي جزء منه بيكون عنده نوع من انواع الاحتقان بسبب ظروفه. فاحسن حاجه تتعمل للولاد دي انك توجهه رياضيا، لانه الرياضه اكيد يعني بالتاكيد احنا اولادنا اولاد اي حد بنوجههم رياضه، مش بس عشان يبقى الحلم ان هو يبقى بطل، لا، لانه الرياضه حاليا في الوقت الحالي لا هي عنصر مهم قوي في انها بتظبط سلوك الولاد وادائهم. طبعا. فمن هنا جت القصه. بالمناسبه هو الريس الاول اهتم بتمكين المراه، وبعد كده ذوي الاحتياجات الخاصه، ومن فتره ابتدى يهتم بالاطفال او الطفوله تحديدا، ودي كانت حاجه كويسه جدا، لان هي حتى عملوا حزمه محفزات للجامعات الاهليه انها تقدر تشتغل باريحيه اكتر في اكتر من حاجه. فمن هنا احنا كان هوانا رياضه، وابتدى دلوقتي المؤسسات الحمد لله طبعا تحت الاشراف بتاع سيادة الوزيره بيبقى الموضوع نقدر نشتغله اكتر. القصه وما فيها انه الولاد دول عشان احنا ناخدهم لازم بنعمل شراكه ما بيننا وما بين دور الايتام، لان احنا لما بناخدهم مش بس بناخدهم رياضيا، لا، بتاخده رياضيا صحيا معنويا، فبنشتغل عليه على اكتر من فاكتور او اكتر من عامل. قصه التسميه انها ليه عربيه افريقيه، لانه الجانب العربي كان في اكتر من مبادره في السعوديه وفي الامارات للحقيقه ابتدوا في القصه دي، وابتدى اخواتنا العرب يهتموا بالحكايه دي في مصر كنوع من انواع الكولابريشن ما بيننا وما بيننا. فهو ده السبب او الثيم ليه المسمى جه طويل شويه، بس ان هو المؤسسه الرياضيه العربيه الافريقيه عشان يبقى فيما بعد نوع من انواع الكولابريشن، وده من خلال احنا بنسجل او بنسعى للاشهار في جامعه الدول العربيه.